السلام عليكم اخواني، اليوم حبيت اشارك وياكم فيديو حلو شوية. هاي الاسماك اللي جبتها بسوق الغزل، اورندا. طبعا سبحان الله طلعت، انا اخذت هيك على الشكل، شو طلعت 5 إناث وذكر واحد. ما شاء الله. هاي الباندا طبعا، هاي الباندا جبت همين 3 أزواج وبيضة، كلهم بيضة، بس الذكر ما ادري مسافر. طبعا هاي هم دتور، ما اعرف شي بصراحة، فجأة يعني. هاي الباند اللي شوفتلكم اياها، هاي افراخ، ما اعرف اذا تبين بالفيديو ولا لا. كمية كلش حلوة، تقريبا عمرها 3 أيام 4. بالبداية صفار بيضة اعطيته اليوم، اليوم يلا طلعتي عرفتي. هذا الحظ بي بصراحة، هذا صار مشكل يعني، بيض عندي الرايكن جبته هنا، بيض عندي الأورنج هذا الأحمر الفيكلا هذا، همين بيض وهمين جبته خليته هنا. وبعد شنو والأحمر الريد كاب لاين هيد، هذا همين بيض ذبيت هنا. هاي الشبش اللي استعمله، فياهو تبيض اجيبه هنا. شو بالاخير ايش تطلع المحصلة، موجودين لو فرنس بس طايتين ارتين صار فترة مني شوية اخذ يا عمر اسبوع 10 أيام بس، شوية هبلتها هاي سافرت بقيت على صفار ما شبعت. قسم كبار قسم صار فارق العمر بيناتي 2 أو 3، بس عندي والله شفت واحدة خشنة يعني، هاي شوية خطرة على فراخ الكبار. إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.